وصلت إلى البلاد اليوم الملكة رانيا العبد الله قرينة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث قدمت التعازي والمواساة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وإلى أفراد العائلة الملكة الكريمة، وذلك في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعي آل خليفة، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.